في معرض الكتاب في مدينة إدلب في موسمه الثالث، أكثر من 70 مكتبة وأكثر من 17,000 عنوان يجتمعون هنا في هذا المكان في المركز الثقافي في مدينة إدلب. أهلا بكم في هذه الجولة داخل المعرض لنطلع أكثر على الأنشطة والفعاليات التي ستقام هنا. اللي شاهدناه باليوم الأول هو الهدف والنتائج اللي أخذناها، اللي هي إقبال الناس اللي هني أصحاب الفكر وأصحاب الثقافة. نحن اليوم كمجتمع ثوري موجود ضمن المناطق المحررة، حقيقة عندنا كتير من المنارات الفكرية والثقافية، كتير من المؤلفين، كتير من الكتاب، ولكن كانوا عم بيفتقدوا حقيقة مكان يجمعهم، وكان معرض الكتاب هو أول منبر جمع الكتاب والمؤلفين، فكانت هاي الأهداف اللي اشتغل عليها المعرض. الله عز وجل إقبال أكثر من رائع. يعني إحنا كنا مشاركين، إحنا مكتبة الأنصار كنا مشاركين بمعرض اسطنبول الدولي التاسع، شفنا هنيك إنه ما كان في إقبال قوي مثل هون. طبعا هنيك معرض دولي كبير، يعني في أكثر من 300 دار نشر، هون الحمد لله أكثر من 40 دار نشر موجودين. الإقبال أنا اللي شفته هلأ من خلال مشاركتي بمعرض اسطنبول ومشاركتي بمعرض إدلب هون نسبة وتناسب هون أكبر بكثير بفضل الله عز وجل. تناص في الشعر الحديث وفي الشعر المعاصر دون الكلام صارح عاجزكم من الجيد انه رغم الظروف اللي عم بتعيشها محافظه ادلب والحاله خلينا نقول الميدانيه، قصف متكرر، وضع غير مستقر، انه نلاقي في اهتمام بالثقافه، في اهتمام بالكتاب. معرض الكتاب لهي السنه انا شايفه افضل من السنه الماضيه، لسبب انه في اهتمام بالندوات، في اهتمام بالفعاليات المرافقه لمعرض الكتاب، بالإضافة لوجود عناوين من الكتب المختلفة الأدبية أو العلمية أو غيرها المهنية طبعاً اللي بتتبع لها اختصاصات متعددة. طبعاً نحن سعداء بالمشاركة بهالمحفل هذا الجميل من أجل أن نحن نبحث دائماً عن نافذة لبيع القطع هاي اللي صنعها الكفيف، لذلك نحن موجودين هون وكثير سعداء بالفعل بأنه شاركنا بهالحشد هذا الجميل. فعالية ثقافية رائعة جدا تعبر عن الارتقاء المعرفي عند الشباب هون بشكل عام، وتعبر عن الوجه الحضاري لإدلب بعد ما دمر النظام المجرم. الحمد لله رب العالمين رجعنا، استطعنا نستعيد بلدنا ونستعيد ثقافتنا ونستعيد شبابنا الحمد لله رب العالمين، ونحن الحمد لله الآن نجدهم يتجولون معرض الكتاب، يلتقطون الروايات من هنا وهناك والكتب من هنا وهناك، يبحثون في كل المجالات ما شاء الله.